Bonjour, cher élève. Aujourd'hui, je vais continuer à expliquer la négation. صباح الخير طلاب الصف الثاني. ماما أنا شرحت لكم أيام الدوام الجزء الأول من النفي. اليوم حسوي مراجعة وأكمل لكم إياها. التكملة أيضا بسيطة، كلمة أحفظها، كلمة فقط أحفظها بالنفي. هسه حراويكم شو عندي. أدوات النفي نو با، كالكان بيرسون، كلك شوز غيان، وامتحنا بيها هاي الجديدة. عندي توجور دائما وسوفون غالبا، من موجودة بالجملة أقلبها إلى جامي، يعني أحذفها أحولها إلى جامي اللي معناها أبدا، يعني شون نيفر. أنكور نو بلو، أنكور يعني بعد أو ما زال، لأن أنا ليس أكثر. نبدي بالأمثلة. As-tu une voiture؟ أنا سبق وإن قلت تقلب كل من أن إن دي إلى دو، يعني إذا موجودة بالجملة أن إن دي أقلبها إلى دو. As-tu une voiture؟ فواتير سيارة، يعني عندك أنت سيارة؟ نو تو صار جو. نو الأ تقلب إلى إي فيرب أفواغ. با دو فواتير، بدل الإن سوينا دو. Parles-tu à quelqu'un؟ أنا يوم مكانها كل كان أول شيء أكتبها أ بيرسون، لجرجع جملتي. نو تو سير جو، نو بارل، وما أكتب با نهائيا. الباب من نيميرو دو، دو تغوا كاتر سانك، ماما يعني من رقم اثنين لخمسة ما تاخذ با نهائيا، راح نقولها نهائيا جامي جامي. اون نكري جامي با، يعني استخدمت با وما عليه جامي جامي. اون نكري جامي با، ابدا ما نكتب با من رقم اثنين. البا اكتبها بس اذا جمله اعتياديه، يعني ما بها اي وحده من ذني الكلمات. هنا عندي كلكان ما تاخذ با، كتبنا ا بيرسون. نو جو نو بارل با، جو نو بارل ا بيرسون. كلكان ايت ا لابورت، اجتي كلكان مكان السوجي. نو كلكان بيرسون، حسي بيرسون ني، حذفت الاي مالت نو لان عندي ال على بورت، ما يصير اكتب با. فولي فو كلكي شوز، فولي معناها تريد، تريد انت فشي. نو فو صارت نو، خلينا النو مالت النفي، بعدين انزل الفولي صارت فولون بدل كلكي شوز. اون اكري غيا، كتبنا غيا. Vous allez souvent au musée. ادي سوفون، القاعدة انتو لازم حافظيها سوفون احولها الى جامي. ابدي نو، الفو قلبناها الى نو، الالي يصير الو بس اكتب النو. دائما هاي النو ماما، هاي النو تكون زائد فاعل، يعني الفاعل يلا النو، الفاعل اللي هو جو او ايل او ال او نو او اسم شخص، والنو راسا. خطوات الحل الاولى نكتب نو، ثانيا نكتب السوجي اللي هو فو صار نو، نيميرو تغوا نكتب الاون انه، يلا انزل الفعل. اشوف عندي سوفون كتبتها جامي، او ميوزي تنزل اذا اكو زياده بنهايه الجمله تنزل. اهم شيء اني حولت السوفون الى جامي. فو بارلي توجور لو فرونسي، انتم بتتكلمون دائما الفرنسيه؟ ايضا نفس الشيء نو. Vous ne parlez parlons toujours jamais le français. Travailles-tu toujours le vendredi? يعني أنت تشتغل دائما الجمعة؟ Non, tu sors le jour. اكتب رأس النو يمها. Travail تنزل بس أحذف الاس لأن مجموعة أولى الجو ما ياخذ اس. Toujours sors jamais le vendredi. Il écrit encore Anadine. عندي encore. Encore بالقاع انتو حافظيها لازم تصير plus. ايش اسوي خطوات؟ plus. اذا نو il نكري لان قلب قله encore صارت plus. Anadine تنزل. il est encore malade، هو يعني ما يزال بعد مريض. نو
اني بلي ملاذ. لا هو بعد هو مو مريض، راح ارجع مراجعه لها حتى تنتبهوا لي. كلكان تقلب الى بيرسون، كلكشوز ريان، توجور سوفون جامي، انكور بلي. والنو هي موجوده، النو انه وين مكانها؟ دائما يم الشخص، يم السوجي. اوكي ماما، صار مفهوم عندكم موضوع النفي؟ رجاء ماما اهتموا بالفرنسي ماده. انا كل درس اعيد الحكي لان اعرف اكو طلاب ما يهتمون بالفرنسي. رجاء اهتموا، ماده داخله بالامتحان. اوكي، واي سؤال تريدون راسا اكتبوا. ست احنا نريد هذا الموضوع تعيدي، ما عندي مشكله اصور فيديو ثاني اعيد مره ثانيه. مانتنو لي فيرب دو تواسيم غروب، انا سويت لكم ملزمه اول ما داومنا الملزمه، افعال مجموعه اولى، مجموعه ثانيه، هسه عندي المجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه هي مجاميع، انا راح ابدي مجموعه مجموعه، يعني مو كلها اعطيكم اياها ماما. لي فيرب دو تواسيم غروب، افعال المجموعه الثالثه. احنا ناخذ مجموعه يعني نفس النموذج. فيرب فوندغ يبيع، attendre ينتظر، descendre ينزل، perdre يفقد، répondre يجيب، entendre entendre يسمع. entendre يعني بالضبط مثل ما عندي بالانجليزي ماما، عندي listen وعندي hear يسمع، بالفرنسي عندي entendre وعندي écouter. entendre هي رأسا مثل الهير اللي يسمع. هسا عندي فيرب فوندغ، راح اخذ فعلين والباقي نفس النموذج. هاي بديت بالسهلة ماما، حفظوا انتو هاي طريقتها كلش بسيطة. احذف الار اي، بعد اسوي انا كلها واعتبره كمجموعة اولى تصريف. باعوا فون، اخذ اس اس، ماكو اس، او ان اس اي دي او زد انت، ارجعي فون von von، حتى اللفظ نفسه je von tu von il elle on von nous vendons le fait de vous vendez il elle vend. تحفظون هاي المجموعة نفسها لين ما يجيكم فعل خارج عنها. فعل ثاني verb attendre ينتظر، أيضا نفس الشيء، أحذف ال r e ال r ال r e attendre avec s avec s sans s sans s يعني بدون s o n s e z o n t attend tu attend il elle on attend ال n والدي قلنا silent من الفضه. nous attendons vous attendez il elles attendent. هنا حيصير عندي ربط لان قلنا اذا حرف منتهي بصحيح وراء اللي سوي ليزون. هذه المجموعة ماما حفظوها هي ومعانيها، لين قلت لكم هاي المجموعة بديت بالبسيطة بس نحذف الـ RE والإضافات SS والباقي الإضافات أعتبرها مجموعة أولى ONS EZ E أنت. درس اليوم قليل لأن أنا ما أقدر أكثر لكم حتى لا يصير الدرس ممل وصعب عليكم.